السلام عليكم. فيديو اليوم هو ثلاث قصائد للشاعر أحمد مطر. قصيدة الرئيس المؤتمن لأحمد مطر. زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن، وحين زار حينا قال لنا: هاتوا شكواكم بصدق في العلن، ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن. فقال صاحبي حسن: يا سيدي، أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن؟ يا سيدي، لم نرى من ذلك شيئا أبدا. قال الرئيس في حزن: أحرق ربي جسدي، أكل هذا حاصل في بلدي؟ شكرا على صدقك في تنبيهنا يا ولدي، سوف ترى الخير غدا. وبعد عام زارنا، ومرة ثانية قال لنا: هاتوا شكواكم بصدق في العلن، ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن. لم يشتكي الناس، فقمت معلنا: أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن؟ معذرة يا سيدي، وأين صاحبي حسن؟ قصيدة لمن نشكو مآسينا، أحمد مطر على نغم الوافر. لمن نشكو مآسينا، لمن نشكو مآسينا، ومن يصغي لشكوانا ويجدينا؟ أنشكو موتنا ذلا لوالينا؟ وهل موت سيحيينا؟ قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قسرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا. فوالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر ما خنتم ولا هنتم ولا أبديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بلوى أعادينا، وحققتم أمانينا. وهذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حين وفي تهديدكم حين سحقتم أنف أمريكا، فلم تنقل سفارتها، ولو نقلت، معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين، معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر، هذا النصر يكفيكم ويكفينا. تهانينا. قصيدة يا شعبي أحمد مطر. يا شعبي، ربي يهديك، هذا الوالي ليس إلها، ما لك تخشى أن يؤذيك؟ أنت الكل وهذا الوالي جزء من صنع أياديك، من مالك تدفع أجرته، وبفضلك نال وظيفته، ووظيفته أن يحميك، أن يحرس صفو لياليك، وإذا أقلق نومك لص بالروح وبالدم يفديك. لقب الوالي لفظ لبق من شدة لطفك تطلقه عند منادات مواليك. لا يخشى المالك خادمه، لا يتوسل أن يرحمه، لا يطلب منه التبريك، فلماذا تعلو يا هذا بمراتبه كي يدنيك؟ ولماذا تثبت هيبته حتى يخزيك وينفيك؟ العلة ليست في الوالي، العلة يا شعبي فيك، لا بد لجثة مملوك أن تتلبس روح مليك، حين ترى أجساد ملوك تحمل أرواح مماليك، حين ترى أجساد ملوك تحمل أرواح مماليك.